سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. نمضي وإياكم في سلسلة رسالة في أن الخطأ والاعتراف بالخطأ هو منهج نبوي. الاعتراف بالذنب إنما هو فضيلة. كثير من الناس أيها الإخوة الكرام شوفوا صائم قائم مصلي، لكن هناك مشكلة صغيرة بينه وبين أحد أرحامه، حالة بينه وبين الخير، قطيعة الرحم. هذا أمر يعني نهى الإسلام عنه. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الحياة مليئة بالتناقضات، فيها فرح وفيها غم وهم. يمر عليك أيام هكذا وأيام هكذا، لو أن هذه الأيام التي نمر فيها أيام الغم والهم والحزن والضيق والكرب والشدة أكثر من أيام الفرح. يعني الواحد بيمر عليه يعني 10 أيام و20 يوم لا يعني يأتيه خبر سار. كثير ما يرن الهاتف بيجي أخ بيلي دريد يقول يا لطيف شو صار؟ من أخذ؟ ومن مات؟ وماذا حدث؟ صرنا نشتهي أن نسمع خبر فلان كان يزفوه مثلاً عريس، الآن يزفونه إلى الدار الآخرة. الحياة فيها متناقضات. هلا سبحان الله، فكر الإنسان وهو متربع على عرش الحياة وأن الناس كلهم بخير وهم يتحملونه ولا يريد أن يتحمل أحد، لذلك يأتي وينقل هذا الضيق الذي هو فيه إلى الناس بعجره وبجره. يعني عنده مشكلة داخلية في البيت أو في الهيئة، فتنتقل هذه المشكلة بما فيها من متناقضات إلى عمله. مثلا رب البجار عنده مشكلة مع زوجته، راح على المحل وإذ به يصب جام غضبه على الموظفين ويبدأ يجرح هذا ويشتم هذا. تعرفان شو بتساوي؟ والله يا أخوان الكرام، صفيان الحياة كلمة طيبة بس. بني إن البر شيء هين، وجه طليق ولسان لين. لا أريد منك شيئا ولكن أريد أن أسمع منك كلمة طيبة. الحياة تنقلب إلى جحيم إذا لم يراعي بعضنا البعض. الآن بده الإنسان يكون كتير دقيق في هذا الزمان، لأنه كما قلت لكم الحياة مليئة بالمنغصات، تأتي وأنت وتجرح مشاعر الآخرين بكلمة ثم بعدها لا تطيب خاطرة. هون المشكلة. الروح هذا الذي عندي، أنا لا أعتذر. لذلك لا يجوز شرعا أن نتعدى على مشاعر الآخرين ولو كان عندنا مشاكل، ولو كان عندنا يعني بعض الأمور الخاصة التي يعني يعيشها بعض الناس. عندك مشاكلك بتضل يعني ضمن نفسك وضمن بيتك. أنا دائما الإنسان شوف نحن يعني بنعالج بعض المشاكل، باين عليك طالع خلقك. ليش؟ من هذه التصرفات التي يتصرفها. تدير بال الإنسان أخوان الكرام، لا تنقل مشاكلك من العمل إلى البيت، ولا تنقل مشاكلك من البيت إلى العمل، فتجرح مشاعر من حولك. هلا الإنسان قد يخطئ، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون.
اخطأت. يجي إنسان قال لك إنه أنت هذا خطأ أو أنت ندمت. الإنسان المؤمن عنده شعور داخلي يشعره بأنه أذنب أو أخطأ. أنا ليه سويت هيك؟ أنا تكلمت مع الإنسان فلان، هذه الكلمة السيئة أو الكلمة التي ليس يعني ليست في محلها. مسلم ما بينام، المسلمة لا تنام حتى تعيد شريط الذكريات في هذا النهار. ماذا فعلت؟ حكيت معه كلمة. أما إذا كان ما له سائل، هناك أناس ألسنتهم فيها من الكلام ما يقطع أكثر من السيف، مع أمه، مع زوجته، كلام آسي ما بيفكر إنه يعتذر. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن بشرية الإنسان كل ابن آدم خطاء، لكن خير الخطائين التوابون الذي يتوب. والتوبة في حق الناس إنما هي الاعتذار. نحن الذي نراه في سلوك الناس أخوان الكرام الذين يخطئون كثر، الذين يعتذرون قلائل. أين الذي عنده إرادة أن يعتذر لمن أخطأ في حقه؟ عم نشوف نفوس مريضة، نفوس صعلوكة، نفوس عندها عدم تزكية. لا، المشكلة مو هيك، المشكلة أنه يأتيك إنسان ويوسوس لك أكثر من الشيطان ويقول لك إياك أن تعتذر. تأتي الأم إلى ابنتها، أوعي، احذري أن تعتذري، هلا إذا اعتذرتي لأنه المرة الثانية يفعل كذا. ويأتي الأب إلى ولده، ما معتذر. وهذه هي أمراض الجاهلية أيها الإخوة الكرام. تقطعت الأرحام، تقطعت العلاقات الاجتماعية فيما بين الناس. كم من أناس بنوا أمجاد، أتت أمثال هذه المشكلات حالت بينهم وبين متابعة مسيرة الحياة. أنا أسميها هذه جاهلية، وجاهلية جاهلية أولى. لا تعتذر، ما نسلم، هكذا نحن. وين الإسلام؟ هل هذه أرحام؟ أين أرحام؟ الإنسان المؤمن حتى تمضي مسيرة الحياة أيها الإخوة الكرام لابد للإنسان أن يتنازل عن بعض حقوقه. أنا لي كلمة أقول، إذا في زوج وزوجة ناجحين في الحياة، في واحد بيناتهم مغلوب، في شريك وشريكه ناجحين في الحياة، في واحد بيناتهم مغلوب نازل عن برجه. لا تصدقوا أنه اثنين ماشيين بنجاح وتألق إلا وهناك طرف قد تنازل عن بعض حقوقه. أبداً، البتة. الإنسان المؤمن إنسان ينظر بعين البصيرة. هلا إذا أنت بدك تقول أنا، هي كلمة مين؟ هي كلمة إبليس، وتعتد برأيك، تقول إنه قولي هذا هو قولي الحق وهذا هو القول الصائب، صرت مثل إبليس. الإنسان المسلم إنسان ينظر بعين البصيرة، يقول أنا أخطأت، يجب أن أعتذر. تروح اعتذر، الاعتذار له وسائل. الاعتذار قد يكون بشكل مباشر، هذا يدل على قوة الشخصية، قوة الإيمان، قوة الإرادة، يدل على النبل، يدل على الأخلاق.
أيام الإنسان بده يعتذر يجعل بين يديه رسولا، الهدية، هدية تليفون، بوسط إنسان بسموه وسيط خير. الله عز وجل قال والصلح، والصلح خير. أما إنسان يعتد برأيه، لك أنا أب ما بعتذر، يجي الابن أنت عم تعلم العناد لمن؟ لأولادك. أستاذ لا يعتذر، حكى لي أحد الأخوة الكرام أستاذ أساء إلى أحد التلاميذ، ثاني يوم فات أمام الناس كلياتهم أمام الطلاب اعتذر منه، أعطاهم درس بالأخلاق قبل ما يعطيهم درس في التربية، قبل ما يعطيه درس بالعلم أعطاه درس في الأخلاق، أنه أنا أخطأت فأنا أعتذر. هي تحتاج منك كلمتين لا أقل ولا أكثر، أخطأت، قل له أنا أخطأت فأنا أعتذر. والله هي بدها رجال، بحق بنتك، بحق زوجتك. هلا في زوج بيجي بيكون غلطان بقول له انا اعتذر، نجوم السماء اقرب، ليه؟ النبي عليه الصلاه والسلام ما هو قدوتنا اخواننا الكرام؟ النبي عم يسوي الصفوف، قصة معروفة ونسمعها يعني ما في شهر أو شهرين إلا ويذكرها خطيب على المنبر أو واعظ في حديثه أو شيخ في درسه، تعرفوها قصة سواد رضي الله عنه وأرضاه. النبي عم يسوي الصف، قال له ادخل هكذا يعني مسكوا بالعصاين وسوي، والجيش يوم بدر والنبي يخطب بهم صلى الله عليه وسلم، قال له اريد القود يا رسول الله، قال له بدي حقي انا ظلمتني، خير ان شاء الله، قال له انت لا ضربتني على صدري بدي اقتص. شوفوا شو قال النبي عليه الصلاه والسلام، النبي عليه الصلاه والسلام راى ان ذلك من حقه، قال له اقتص لنفسك يا سواد، حقك نبي صلى الله عليه وسلم، انت هيك مع شغيلتك، هيك مع موظفينك، هيك مع ابنائك، قلت لكم الانسان يخطئ. تحسن الحماية لما تكسر بخاطر كنتها، تمسك التليفون قل حبيبتي انا جاي لعندك وتجيب لها هدية، ولا أنا حكيت معك الكلمة هي قدام سلفاتك أنا بعتذر مني. هي بالله الكريم ما بتجعل في قلبها محبة تصير مثل والدتها؟ هلا أنا أعتذر منها هي اللي مدري إيش. طيب شو الإسلام لك؟ شو عم نتعلم بالدرس؟ كل واحد إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون ومقتدون، هيك تعلمنا جاهلية؟ رايحة أعمالنا وقراءتنا للقرآن وصلاتنا وقيام الليل بإيش؟ بهذه الأعمال، هذه ليست أعمال، هذه أوزار. أختين ما بيحكوا مع بعض شان إيش؟ واحدة غلطت بحق التانية، أختين اعتذري لها، أنت أخطأتي أنا أخطأت أنا أعتذر. قوة شخصية، قوة إيمان، قوة إسلام، قوة إرادة، نبل ما عم نشوفه. لو في شغلة هيك من صايرين الناس عندهم صفة، لك زلمة بتلاقي عمره 60 سنة بيحرد مثل ما بيحرد الولد الصغير لما تمنعه من عطاءه، لك شو صار لك؟ شو اللي صار بالناس في هذه الأيام أيها الإخوة الكرام؟
ما أدري. لو أنا أخطأت، أنا أخطأت، كان عنده قوة إرادة يعتذر إليه في المكان الذي أساء إليه فيه. النبي على الملأ، لو اقتص لنفسك يا سواد، أقول له يا رسول الله لما ضربتني كان صدري عاليا ما في شيء، أنت إلا حاطط عباية. خلع النبي صلى الله عليه وسلم رداءه، ما كان من سواد. الصحابة يتفرج فيه، معقول هذا اللي عم يساوي؟ حضر ما ترى، قتال سيوف ومشركين. انكب على ظهر النبي يقبله، قال يا رسول الله حضر ما ترى، واحسست ان هذا اخر عهدي بالدنيا، فاحببت ان يكون اخر عهدي بالدنيا ان يمس جلدي جلدك. تاري له ما الناس عم تفكر تفكير، بس القصد النبي عليه الصلاة والسلام ما منعه. إذا شفت حالك مظلوم له تعال، هي القدوة. قالوا بابا أنا امبارح يعني أخطأت بحق أخوكم، وأنا كنت فهمان غير هيك، ولما دريت أنا بعتذر منه وأنا جايب له هدية. شو خلص لك عطيته درس، إذا بيروح بيقعد بالصين بيضل يتغنى فيه صباح مساء. نحن ما في غير عنا سكوت يا ولد، وغير هيك يمكن بيجي يلطمه. أي ما له تربية، أي ما له أخلاق، هذا ما له توجيه. الأب يجب أن يزرع في نفس ولده. طيب كيف يكون الاعتذار؟ الاعتذار له ثلاث أركان. أول ركن أن يشعر الإنسان الذي يعني أخطأ بالندم، والله يعني ندمان لأنه هيك ساوي، بدك تندم ندم حقيقي إنه بدر مني وما لازم. يعني الاعتراف يزيل الاقتراف، بدك تندم ما لازم، وما لازم تعيده في المستقبل. تعلم الندم. اثنين، بدك تتحمل المسؤولية تجاه هذا الكلام وهذا التصرف. أنا قلت هيك معناتها تحمل مسؤولية. شو المسؤولية؟ مسؤولية بتعتذر. الشغلة الثالثة أن يكون عندك نية الإصلاح، لا تريد أن يكون بينك وبين أخ مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله قطيعا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الهدية تذهب وحر الصبر. أنت أخطأت وزعجته، مسكين اتقد من الداخل، شو اللي بيطفيه؟ الهدية. قال جاءت سليمان يوم الحشر هدهدة. تعرفوا قصة الهدهد مع سيدنا سليمان؟ تهدي إليه جرادا كان في فيها، وخاطبت بلسان الحال قائلة إن الهدايا على مقدار هاديها. واحد جيب هدية على مقاسه، مثلا مقاسي أني يتكلوني تاني مقاسه أكبر، شو جابت له؟ جراد. ثم قالت لو كان يهدى للإنسان قيمته لكان قيمتك الدنيا بما فيها. هو جايب قيمته، هو لا، جايب شيء معبر. الهدية تذهب وهر الصدر، جيب هدية. فيعمل درس عن الهدية. هدية ظريفة، هدية يجب أن تنفع. أنا اعتذر. تهادوا حاب. أحلى شيء في الإسلام. هلا الآن الهدايا مصالح، جيب له هدية مشان إيش؟ مشان يزيدها.
يافعين شو زيتها يعني رشوه عشان تمشي الامور. هديه في الاسلام هديه محبه. يكون قد ازعجتك ان الهدايا على مقدار هديها لو كان يهدى للانسان قيمته لكان قيمتك الدنيا بما فيها. يكون عندك الرغبه في الاصلاح. والله في ناس بيجوا اللي بدي احطك وسيط خير بس تصالحني مع فلان، ما بحب الاقي حد يكون زعلان مني. ليش الرجل اللي كان النبي عليه الصلاه والسلام قال يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه، شو صفته؟ كل يوم النبي يقول عنه رجل من اهل الجنه، عبد الله بن عمر بن عاص عمل حيله بده يروح يشوفه هالزلمه هاد شو بيساوي حتى صار من اهل الجنه؟ شو بيساوي؟ اكيد بيقرا ختم من العشين للفجر ودائما صايم، هي الا شيء يعني. راح لعنده قال له متخاصم انا وابي ودي انا بات عندك ثلاث ليالي بدي اشوف. قال له اهلا وسهلا. اول ليله صلى العشاء وحط له عشاء. كول اكلنا. قال له انا بدي نام. مين؟ تبع يدخل عليكم رجل من اهل الجنه. شو بدك تنام؟ معقول ينام هذا؟ نام. فاز قبل الفجر ب 10 دقائق صلى له ركعتين وصلى الفجر وراح على شغله. ثلاث ايام هيك ما في شيء. لا له صايم لا له قايم. قال له تعالك يا اخي انا ماني لا لمتخالي انا وابي ولا هم يحزنون، بس النبي كل يوم بيحكي انه انت من اهل الجنه، شو عم تساوي؟ بس عرفنا. قال له لا انام وفي قلبي حقد على مسلم. سامح الناس. لك شلون هذا؟ شلون بيصلي هذا اللي كل يوم بيذكر اخوه 20 مره بالحقد والسيره؟ ما بصالحه، الله لا يسامحه، الله ياخذه، الله يجيبه، الله مدري ايش، كل يوم لحد يصالحني معه. ليه؟ لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب ولا ينال العلا من شأنه الغضب. القلب الاسود ما له مكان. نحن قلوبنا ايش؟ بيضة. شلون لما بينزل الثلج هيك الناس بتنزل بيض. الاسود ليش هو؟ لبور الصوبيا ولحم الصوبيا والبوري ما عاد شفناه هون. طيب اول وحده ندم تندم عما بدر منك. اثنين ان يكون عندك تتحمل المسؤوليه تجاه هذه الكلمه التي قلتها. غلطت وبتعتذر. والاعتذار مو بس بالكلام. اعملوا آل داوود شكرا ليكن شكرك قولا وعملا. هذا أقل شيء. الشهر الثاني أن تصلح ذات البين في تلك الخصومة. هلا كتران حب وجع الراس في الايام والضغط قد عم يطلع معي. سالتني اخت عن دعوه خصومي ودعوه شرعيه. انا بنصح الناس يعني بعطيهم خبرتي بالحياه بدك تفوت دعوه. دعوه بتخلص مخالعه 15 يوم خصومي كل يوم تحمل اللي بدها سري. هو بجوز يجيك 200,000 بدها تحصل مثلا يعني المعجل والمؤجل 200,000 بالمخالعة هنيك بتحصل 400. بقول لهم حصلوا 200 انا خذوا 200. ليش؟ قلت لهم 200 بدي اخذهم ب 15 يوم احسن من 10 ملايين تاخذهم بعد سنه مع ضغط كل يوم عم تتذكر الطرف الاخر والخصومه. شلون الانسان بيقدر يعيش بالخصومه؟ شلون؟ الهم يذيب الحديد.
شلون انت التوتر الذي تعيشه فيه كل يوم بذكر اخوه خصومي؟ لا بشكل اكبر من هيك اخوان الكرام، اب بيكون متخانق، يعني اخين بيكبر اولادهم يوصونهم بالخصومه، اذا شفتوا لعمك لا تسلمي عليه، اذا شفتي لعمتك لا تسلمي عليها، اكبر من هيك. وحده ما عم تحكي مع وحده، خير بشكل الله يصلح بيناتهم، هذيك صار عندها فرح، أم هذيك نعتها لأنه فلان الأخرى ذهبت إلى فرح من تتخاصم معها فخاصمتها. شو رأيكم؟ شو القلوب السوداء؟ رحت لعنده لأنك رحت لعنده ما عم تحكي معه، لك هذا مو إسلام، أنا عم أقول لكم هذا ليس بإيمان، هذه ليست بأخلاق، لك نصيحتي انظر بوضعية إيمانك، عد شوف إنه هل هي وضعية صحيحة؟ أنت إيمانك هش؟ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، طب الذين يحقدون ويأمرون الناس بالحقد مو مثل حكايتها؟ لك سامحوا بعضكم اخواننا الكرام، سامحوا بعض، عيشوا الحياة هيك محبة، خلي الواحد إذا كان عنده صفيان الكم يوم عيشوا. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين كفروا وللذين آمنوا، الذين آمنوا خلاص ما سامحتهم. دراسات نفسية حديثة تثبت إنه الإنسان الذي هو يعني سليم الصدر تجاه الآخرين يتمتع بصحة وعافية. الجلطات من وين عم تجي؟ هذا الاحتجاج من وين؟ من الضغط. يزيد في التوتر. صير معه رجفان. معه ايش؟ التهاب الورك العصبي. والعصب الوركي. كل أمراض هذه من التوتر. المؤمن سليم الصدر الله يسامحه، ما هيك؟ بعدين اخوان الكرام بالله عليكم اذا كان في انسان يعني الانسان يا يكون محضر خير او فليكف نفسه ولسانه ان يكون محضر شر، لا تنقل للناس الاخبار السيئه، في ناس ما بتعرف دريد في فلان وفلان، خليك محضر خير لك، حتى في الإصلاح يجوز للإنسان أن يكذب، والصلح خير. ذلك هذه الاحتقانات التي تحل بالنفوس إنما يذهبها إيش؟ الاعتذار، والاعتذار يكون بالكلام ويكون بالعمل. بعدين الإنسان المعتذر إنسان يتمتع بأجمل خلق من أخلاق الإسلام ألا وهو التواضع. تواضع معني شو فيها؟ روح معكم بعتذر، تعتذر منه قل له بعتذر منه بوزيده. مو أجمل من المعتذر إلا المعتذر إليه والمعتذر منه. انه انت هلا عم معتذر، هلا في واحد كمان بيروح بيعتذر بيطلع له ايش؟ بيطلع له نمره ايه؟ بده يرجيك انه هو بده يأدبه، لو ما فوتوا بيتي، لك التليفون عم يرن فلان حكيت يوم الجمعه عن بر الوالدين، علاقه المسلم مع والديه، قلت لهم طلبنا الاباء، قلت لهم اعينوا ابنائكم على البر، يعني اذا كان غلط يعني ما تساوي له اياها كثير كبيره وتساوي بينك وبينه قطيعه، واذا اجى معتذر طال هون روح من هون ما بدي اشوف وشك، زوجه عم تعتذر من زوجها وكذا وهي خلاص دوبها بارضها، بس مو للزوجه للمشكله خلاص. المسلم مسامح دغري بينسى،
بينسى المشكلة. هذا اللي بتذكر الشغلة وبعد 20 سنة بذكرك فيها بمرارتها. والله يا أخوان الكرام، مو الخطأ، مو المشكلة إنه الإنسان اللي يخطئ ويصدر منه فعل، المشكلة أن لا نعتذر. المؤمن يعتذر من حتى من الطفل الصغير. غلطت. نحن تحت الضغوطات يجوز ولد روح خذ له هدية واعتذر منه. من الكبير تعتذر منه. لك الله عز وجل رب العالمين يقبل اعتذار الذين أخطأوا. سيدنا آدم شو قال؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا اعتذار. سيدنا موسى ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. هذا اعتذار. بلقيس قالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ربي إني ظلمت نفسي. كله عم يعتذر. كله أنبياء. أنت شو مقامك؟ تروح تقول له ما بعتذر. لك يا حبيبنا، يا عيوننا، لك يا أستاذ، يا كبير، يا موقر، يا محترم. ما في. والله أنا أخشى على هذا الإنسان يعني أن يختم له بغير خاتمة الإيمان. إنسان ستعود بتقول له قال الله وقال رسول الله، تذكر له الآية وتذكر له الحديث عليه. هلا في ناس بيعملوا لي حال إيش من أهل البرستيج من جماعة الأكابر، بيدقرك بيقول لك عفوا وبعتذر وخطأ ومدري إيش، تجي للمشكلة الأسرية وهيك ما بعتذر، بعتذر بس لما يكون هيك يعني مظاهر في الباص بالسيارة، اعتذر عفوا لطفا منيح هي منيح كملها. ما في أجمل من هذه الكلمة. الأجمل منها ألا تخطئ، ولكن هذا لا يكون بحق. إخواني الكرام، من أخلاق الكبار قبول الاعتذار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. مهما كانت المشكلة كبيرة وجايين وجايبينه للإنسان الذي أخطأ ودق الباب قالون أهلا وسهلا تفضل، انسى الموضوع خلاص. جئته لحال هذه، هذا قرار ضمني بأنه أخطأ. أفتحوا الباب. حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يحق للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، يعرض هذا ويعرض هذا، كل واحد بيعرض ايه. لك انا بطل اللي حوامنا ذول. وخيرهما عند الله من يبدأ صاحبه بالسلام. ومن اتاه اخاه متنصلا يعني معتذر دق الباب، شفت التليفون عم يرن، مين؟ الإنسان اللي أخطأ. رد يعني التليفون مثل الباب، أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، دق إلا وإذا ممكن تحاكيني. من أتاه أخاه متنصلا فلم يقبل منه فلن يرد علي الحوض يوم القيامة. يا لطيف، القلب الأسود لا مكان له في الإسلام. أيتها الأخوات، أيها الإخوة، أيها الشباب، إخوان اللي عم يسمعونا، فكوها، حلوها، حلوا عقدتها. أنتوا عم تجوا على الجامع
انتم النخبه، انتم السالقون، انتم المناره التي يقتدى بها. جيب واحد شوفه ما بيحكي مع اخته، مشان شو؟ مشان شو؟ كلمه؟ مشان زوجتك؟ مشان ولدك؟ خلاص. سيدنا ابو طنطن كان اذا خرج من بيتي يقول: عرضي لمن شتمني في سبيل الله حاطه، واللي بده يحكي يحكي، واللي بده يسب يسب، بعد خلاص انا الاجر والثواب رضي الله عنهم وارضاهم. الانسان ينتصر لنفسه ولذاته وهواه. بلقيس قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله ربي العالمين. والله يا أخوان الكرام، اللي بيعتذر هو إنسان محترم موقر. خلينا نتعلم الآن الاحترام والتوقير هون بالجامعة. أخطأت اعتذر دغري مباشرة، أنا بعتذر، قل له قبل إيده. والله كنت بدرس الشيخ من 30 سنة، ويا أبي إذا واحد حكى عليك هذا استغاب، فأخذ من سيئاتك خفف عنا وأعطاك من حسناته. على هذا الموضوع ما لازم يمر هيك، لازم تروح تشتري له قنينة عطر، قل له جزاك الله خيرا. ليش؟ لأنه أنت أخذت من سيئاتي. أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار. حديث النبي قال: المفلس من أمتي من يأتي بكثير صلاة وصيام وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا. فيأتي هذا فيأخذ من حسناته، يأخذ أول شيء من سيئاته، وهذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته طرح من سيئاته فطرحت عليه فطرح في النار. يا لطيف، هذا حكى عليك أخطأ، روح قل له: أنا أخطأت، أنا أخطأت، أنا أعتذر. هذه يجب أن تكون بين المرأة وزوجها، بين الأب مع أولاده، الأستاذ مع المدرسين، صاحب الشركة. والله يا أخوانا الكرام، الإنسان أنا من رأيي بهذا الزمان بده يضبط لسانه كثير. الكلمة مو كل كلمة تشتهيها تقولها، والكلمة اللي تحتمل معنيين، ومعنى يعني الإنسان إرضاء لغروره وإرضاء يعني هيك لنزوته يمرر كلمة من باب الضحك، هي ممكن تجرح. انتبه، اوعى تجيب سيرة أولاد قدام عقيم تكسر بخاطرها. اوعى تجيب سيرة الأبناء البررة أمام أب وأم عندهم عققة تكسر بخاطرهم. امبارح بقول له: امبارح حكيت كلمة وكذا، وهي الله يجعل أولادكم من الصالحين، ما كان لازمي. أعطيكم شغلة، أنا بتضل الأمور بينكم وبين الناس شغالة مية مية. الطالعة والناس دي تهادوا تحابوا. النبي قال تهادوا تحابوا، لأنه أيام بيكون أنت مساوي شغلة ومالك عرفان أنه في ذنب، تجي هذه الهدية، لأنه الهدية من باب المحبة والاعتذار، تقوم بتمحي إيش؟ لا والله هذا لو ما كان بيحبني، وأكيد يمكن الهدية عم يعني يعتذر مني مشان إيه، هو أنت مالك مسكر الموضوع. تهادوا تحابوا، وينها هي؟
ودائما الانسان يستسمح من اخوه كمان بالمقابل، لو سامحنا مسافر استسمح منك، ولو كمان دائما لا تنسانا من الدعاء، استسمح بعضنا دائما تواصل. لذلك جعل الله عز وجل اجر الاصلاح اجر كبير، انه اللي بيصلح بين متخاصمين بهذا الزمان، اللي بيصلح بين اثنين هذا لازم يعطوه دكتوراه، لازم يعطوه شهاده كثير كبيره. ابانا واجدادنا ما كان يعني المقدره على الصلح الا بالفضل، سان صاحب فضل، وبالبذل. واحد بيناتهم عالو أعواج ولا هدية كرمالي، في إنسان بيحب إيش؟ بيحب الهدية، وفي إنسان بيقول لك هذا إنسان صاحب فضل إجا لعندي أنا والله كرماله، معقول إنه يعني رده بالفضل وبالبذل. لذلك إخوانا الكرام، يجب أن تكون الأسر والبيوت، أن تكون الحياة مفعمة هيك بالمحبة. ما بدنا مشاكل، ما بدنا خصومة، ما بدنا نفور، ما بدنا لما نساوي دعوة فلان منسق، فلان منسق، فلان منسق، ولا روح استغل هذه المناسبة الزواج وليل، والله هيك يكثر الناس صاحبين الفضل والبذل، حتى انه اذا لقوا مناسبة يقولوا بدك تعزمه، لو ما بدي بده يروح لعند فلان يقول له ما بدي، ولعند فلانه الا ما بدي، بس اخر شيء بده هو يبذل الفضل والبذل، الكلمه الطيبه، يبذل وجاهه ويبذل من ماله حتى يجمع الخير على الخير. الاصل الخير، لما يكون في حاله استثنائيه هو الشر. لذلك الاعتراف بالذنب هو منهج نبوي، هذا منهج الأنبياء. النبي عليه الصلاة والسلام جبر بخاطره لسواد ولا ما جبر؟ إنه اختص لنفسك يا سواد. سيدنا موسى، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. اعتبارا من اليوم وأنا حاضرين السامعين، روح شوف مين عمي، خالي، أخت، أم، أب، جار، شريك، صديق، أخ في المسجد، بالهدية، بالكلمة الطيبة، بالمسامحة، ومن حولكم شوفوا ناس متخاصمين لأن ما عندهم الهمة الإيمانية، الوعي الإيماني، اللي بدنا نصالحكم، صلحتكم عندي، وغداكم عندي، عشاكم عندي، وأمركم محلول عندي، والله الذي يصلح بين اثنين هذا ورب الكعبة من خير الناس، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. مفهوم المخالفة، إن فعل وأصلح وبذل فهو من خير الناس. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.